احنا هنبدا من يوم الجمعه بطوله نادي طنطا، دي تاني بطوله في الموسم ان شاء الله، فاملنا كبير ان احنا نحقق فيها نتائج طيبه باذن الله. ده طبعا بخلاف ان احنا بدانا دلوقتي الموسم الدوري، بدانا اول مباراه مع نادي اليوبلس والحمد لله كسبنا نادي اليوبلس ناشئين وناشئات، ولعبنا خمس مباريات في دوري الرجال كسبناهم كلهم الحمد لله. ويمكن فريق الرجال السنه دي يمكن نشكر رئيس مجلس اداره النادي على ان هم دعمهم المستمر لعبه السكواش، وتعاقدنا مع بطل العالم كريم عبد الجواد ان هو ينضم للنادي الاهلي، ودي كانت مفاجاه كبيره لكل الانديه ان يكون اللاعب رقم واحد في مصر عندنا هنا. الحمد لله والله عملنا فتره اعداد هائله جدا مع كابتن ناصر، جايب لنا احسن جهاز فني والله شغال معانا شغل كويس جدا من اول السنه. بدايه المعسكر بيبتدي من 1/6، طلعنا في اول شرم الشيخ عملنا معسكر كويس جدا، كان مدربين فتنس واللياقه البدنيه، والدكتور بتاعنا كان كل حاجه الصراحه معانا، والفيزيو كان برنامج هايل. ورجعنا ان شاء الله بنستعد، اول حاجه كانت بطوله منطقه القاهره والحمد لله عملنا مجهود كويس، وبعديها ان شاء الله عندنا بطوله بره في فرنسا في شهر 11، فلسه كان كابتن ناصر قاعد معايا بيتكلم معايا على الجهاز على التحميل الفني بتاعي وازاي هنشتغل الفتره اللي جايه لحد البطوله. والحمد لله الدنيا يعني الحمد لله لحد كبير ماشيه كويس جدا الحمد لله. والله نفسي السنه دي ان شاء الله اول حاجه نكسب الدوري انا وكابتن كريم عبد الجواد بطل عالم، لسه اضافه جديده لينا للنادي الاهلي، يعني يا رب ان شاء الله نستغل الموضوع ده ونقدر نكسب الدوري السنه دي ان شاء الله. وتاني حاجة على المستوى الفردي إن شاء الله يعني هحاول إلى حد كبير إن أنا أنافس كابتن كريم سامي بقى السنة دي إن شاء الله بإذن الله. إحنا بادئين بقى لنا حوالي شهرين ونص يعني نستعد للسيزون الجديد ده. بنتمرن مرتين في اليوم كسكواش ومرة فتنس في اليوم. الحمد لله طبعا لعبتنا الحمد لله في معدلات اللياقة البدنية على طول في تزايد. الولاد مركزين كويس قوي في تمرين سكواش كويس قوي، في التزام من اللعيبه ومن جهاز فني جهاز اداري جهاز طبي، كل المنظومه كامله الحمد لله بتساعد بعض عشان نوصل لحاجه كويسه ونوصل لتارجت كويس السنه دي ان شاء الله. يمكن احنا عملنا دوري ثالث دوري السنه اللي فاتت، ان شاء الله ممكن السنه دي بنحاول ان احنا ننافس ان احنا ناخد الدوري السنه دي ان شاء الله ربنا يوفقنا. احنا بدانا الموسم ده من شهر 7، اول حاجه بنبدا فيها في الاستعداد اللي احنا بنركز على الناحيه البدنيه اكتر. عملنا معسكر مع كابتن ناصر زهران في شرم الشيخ، كان معسكر ناجح جدا. احنا بنركز الفتره دي اول 3 شهور دايما اللي هو معسكر الاعداد بتاعنا على الفتره الناحيه البدنيه اكتر من ناحيه السكواش وكده، فالحمد لله ركزنا فيها جدا والولاد عملوا شغل كويس قوي وكانوا بصراحه كويسين جدا. بعد ما خلصنا فتره الاعداد اللي هي الناحيه البدنيه دخلنا بقى ناحيه السكواش وكده، بدانا تمارين سكواش. كابتن ناصر طبعا السنه دي معانا لعيبه متميزه جدا، في منهم ولاد ان شاء الله هيلعبوا بطوله العالم السنه دي في شهر 12. بنحاول احنا ان شاء الله يعني النادي الاهلي يرجع تاني بقى لاحسن مكان يعني ان شاء الله يعني. الحمد لله احنا لسه بادئين الموسم من اسبوعين، كان عندنا بطوله منطقه القاهره، ولسه النهارده هنسافر عندنا بطوله طنطا هتلعب بكره ان شاء الله، فاحنا هنسافر النهارده وان شاء الله يعني عايزين ناخد بطولات كلها يعني ان شاء الله. انا عايز ان شاء الله البطوله الجايه اخد مركز اول فيها عشان انا اطلع ببطوله البريتش اوبن واخد فيها مركز ان شاء الله يعني. بقى لي 3 شهور بنتمرن والكابتن ناصر برضو بيساعدنا كتير واحنا بنعمل اللي علينا. احنا عندنا بطوله طنطا بكره، يعني ان شاء الله يعني هاخد فيها مركز كويس ان شاء الله. طموحاتي اني ابقى رقم واحد في الدوري وابقى بلعب على طول وابقى اساسي، كابتن ناصر يبقى حاطط ثقه فيا ويعني اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا انضمنا في استوديو بطل العالم في السكواش النجم كريم عبد الجواد، منورنا يا كابتن. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. وطبعا يعني بطل العالم دي كلمه انا عارف قد ايه في السكواش بتبقى صعبه، بتاخد مجهود كبير جدا جدا. كلمنا عن البطوله دي، كلمنا عن ظروفها، كلمنا انت كنت داخل البطوله دي في 2016 ازاي وتصنيفك كان ازاي وخرجت منها بطل عالم ازاي، كلمنا. طبعا بطولة عالم دي معناها يعني ده حلم طفولة، يعني انا فاكر من ساعة ما انا كنت ببتدي يعني بضرب الكورة لسه بحاول اجيب الكورة في المضرب،
وده كان حلمي يعني، كنت حلم بحلم ان انا بوصل رقم واحد، اوصل ان انا اكسب بطولة عالم. وهي حلمها ما بيشبعش يعني، تكسبها مره بتحس انك انت لا انت عايز تكسبها تاني وتالت طبعا. فبطولة عالم 2016 انا كنت داخل ترتيبي رقم 6 على العالم. كان من انا عن نفسي داخل عايز العب حاجه طبعا، عندها بطولة عالم في مصر وسط اصحابي وسط اهلي وسط الناس اللي بحبهم يعني وسط مدربيني، فطبعا كنت عايز اعمل حاجه حلوه. في بدايه البطوله طبعا كان صعب شويه ان انا اتخيل ان انا اكسب بطوله عالم. انا من نوع الناس اللي انا لما بخش الملعب بحاول اركز في الماتش بتاع النهارده بس، ما بحبش اقعد افكر لقدام. كسبت السيمي فاينل وبقت العب، بقت اجهز للفاينل. طبعا كان احساس غريب جدا، اول فاينل او تاني فاينل بطوله كبيره اوصل لها في حياتي، بطوله عالم. فكان احساس كان جديد عليا شويه. لاعب بطل كبير مصري طبعا رامي عاشور طبعا يعني، من طبعا لما تلعب مع رامي برده بالذات في مصر انت بتلاقي ان انت تحس انك انت بتلعب مع يعني انت اجنبي وسط واحد مصري، ان الجمهور هنا والناس هنا بتحب رامي جدا، هو شخصيه طبعاً. من الشخصيات الجميله بصراحه. فطبعا كان هو طبعا البريشر كان على رامي اكتر، بس انا برده كان عليا ضغط برده ان انا بلعب فاينل بطوله عالم. وطبعا دي فرقت معايا كتير بعد كده، ادتني ثقه كبيرة يعني. أنا من ساعتها نطيت من رقم 6 وصلت رقم 1، فدي ادتني ثقة كبيرة إن أنا أقدر ألعب بطولات أحسن وأتحسن في الرانكينج بتاعي. طب دخلت كام بطولة بعد بطولة العالم يا كريم؟ بطولة العالم خلصت في شهر 11، لعبت بعديها على طول بطولة قطر. في شهر 1 لعبت بطولة أمريكا، وبعد كده السويد وسويسرا والجونة ودبي. ترتيبك وصل كام دلوقتي؟ لأن طبعا الترتيب ده بيتغير كل شهر تقريبا. أنا في شهر 5 في آخر السيزون خالص كنت أول 1-5 وصلت رقم 1، وبعد كده في رانكينج جديد اللي احنا عندنا رانكينج بينزل كل أول شهر. في 1-6 كانت عشان كان فرق بيني أنا والفرنساوي جريجري جوتيه ومحمد الشرباجي، كانت فرق نقط قليل قوي بيننا احنا التلاتة، فكان تقريبا كل شهر الرانكينج بيتغير. فأنا 1-5 وصلت 1 و1-6 ولحد النهارده رقم 2. رقم 2 أكيد بفرق بسيط جدا عن بطل العالم. بطل العالم أو تصنيف الأول لمين دلوقتي؟ مش بطل العالم، هو التصنيف الأول. رقم 1 دلوقتي جريجري جوتيه بتاع فرنسا. يعني برضو خليني نقول يعني انت طبعا لاعب كبير وكنت بطل العالم، والسكواش في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني شاف اهتمام كبير جدا من مجلس الاداره ومن النادي، ومش بس السكواش، كل الالعاب الصالات والالعاب الشهيده زي ما بيسموها الشهيده، بس هي في جوه النادي الاهلي مش شهيده الحقيقه. لما النادي الاهلي بدا مفاوضاته طبعا من خلال كابتن ناصر زهران المدير الفني، كان كلامك ازاي؟ المفاوضات كانت ماشيه ازاي؟ ابتدت امتى؟ حسمتها ازاي؟ يعني كلمنا عن الموضوع ده. لا والله يعني هو كابتن ناصر لما جه يتكلم معايا كان تقريبا قبل ما عقدي يخلص مع نادي الجزيره باربع شهور. انا قعدت كتير قوي بلعب في نادي الجزيره يعني، يمكن اخر 10 سنين من حياتي يعني، تقريبا عندي 16 سنه كنت بلعب في نادي الجزيره، كانت اول سنه ليا. فكان جات لي مفاوضات كتيره قبل كده من قبل نادي الاهلي، بس انا بالنسبه لي كان نادي الجزيره كنت حاسس براحه نفسيه جواه يعني، بحس ان انا كنت طول عمري تقريبا بلعب فيه يعني، من عندي 16 سنه، ده من 10 سنين، ده مش فتره قليله خالص. فلما جه كابتن ناصر يتكلم معايا قبل عقد ما يخلص باربع شهور، انا بالنسبه لي لا انا فكرت كتير بصراحه، ان انا نادي الاهلي طبعا من الانديه القليله جدا انا بقول عليها في مصر. معلش يا كمان هقطعك، بس دي تدريباتك في احد الملاعب النادي الاهلي في عمليه احماء، احنا كنا معاك برضو بكاميرا النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن، اسف طبعا. لا فهو طبعا النادي الاهلي من الانديه الوحيده اللي طول عمري بقول ان هي يعني بتركز على كل الرياضات مش بس الكوره. عندهم ابطال في جميع الرياضيات يعني، ودي حاجه صعبه تلاقيها في نوادي كتير في مصر يعني. فنادي الاهلي يمكن كان مشكلته قبل كده ان هم مجمع السكواش كان قعد فتره عقبال ما يخلص، سنين بالظبط. لكن طول عمرهم طبعا كان عندهم عمرو شبانه، وكان عندهم ابطال محمد عباس وائل حاتم، كان كل الابطال بيلعبوا تقريبا في النادي الاهلي. وانت لعبت في النادي الاهلي في الناشئين شويه؟ لعبت في الناشئين قبل ما الملاعب تتهد يعني وتعيد بنائها. فالفتره اللي فاتت دي كانت صعب ان هم يجيبوا لعيبه يعني في السكواش بالذات، لان المجمع عندهم ما كانش لسه خلصان. دلوقتي عندهم 8 ملاعب من يعني من احسن الملاعب الموجوده في مصر دلوقتي. من ساعتها طبعا هم ابتدوا يتكلموا معايا ومع يعني عندنا دلوقتي برضو ياسر بعادل
حققت نتائج كويسه جدا في ماكاو. كمان الفريق واكيد هيكون معانا ان شاء الله. فلا يعني هم جابوا يعني عندهم دلوقتي ناشئين اكبر عدد ناشئين برده مع وادي دجله في السكواش. فطبعا لا كابتن ناصر عامل شغل كويس جدا والاداره عاملين شغل كويس جدا مع في السكواش دلوقتي في رياضات كتيره جدا في النادي. فان شاء الله يكون موسم كويس لينا ان شاء الله في السكواش. طب قول لي يعني لما كنا بتتفاوض كان نادي سموحه انا عارف كان بيتفاوض معاك والنادي الاهلي في نفس التوقيت وطبعا فضلت النادي الاهلي وعرفنا القصه. اول بطوله ليك يعني من دلوقتي اقرب بطوله بتستعد لها ايه؟ ان شاء الله بكره مسافر عندي بطولتين في امريكا. اول واحده في سان فرانسيسكو وبعد كده عندي اليو اس اوبن ان شاء الله. يمكن احنا دلوقتي كان بقالنا في اخر شهرين ثلاثه كان الاوف سيزون بتاعنا اللي هو فتره الاعداد بتاعتنا. بنبتدي بقى سيزون من شهر 9 لحد شهر 6 اللي جاي تقريبا بطوله او بطولتين كل شهر. ف هبتدي ان شاء الله بكره مسافر امريكا البطولتين الجايين. هتروح على سان فرانسيسكو الاول تلعب البطوله بإذن. بتعرف اللعيبه طبعا اللي مشاركه وبتبقى انت شايف الدنيا طبعا بتشوف الدرو بتاعك وبتعرف ماتشاتك شكلها ايه ماتشاتك اخبارها ايه هناك. طبعا يعني احنا عارفين الدروب بتاعنا قبل البطوله تقريبا بتفيه بشهر. البطوله دي ان شاء الله عندي هم واحد من الكواليفايرز. حظنا وحش دلوقتي لان احنا تقريبا ثلاثه مصريين مشاركين او اربعه مصريين مشاركين في بطوله سان فرانسيسكو بالاضافه لواحد مشارك في مازن هشام مشارك في الكواليفيكيشنز. فيمكن احنا حظي وحش شويه لان انا عندي اثنين مصريين في السكه. يعني احنا انا المفروض ان شاء الله كسبت اول ماتش المفروض في سكه طارق مؤمن وبرده فارس دسوقي في سكتنا. فهي احنا عشان احنا عددنا برده كبير في السكواش واحنا مميزين في اللعبه فاحنا تقريبا بيبقى اصعب ماتشات اللي احنا بنلعبها مع بعض يعني. طب المصري اللي هتلاعبهم الرانك بتاعهم احسن منك ولا؟ لا هو انا حاليا دلوقتي رقم اثنين ده يعني انا دلوقتي رقم واحد في مصر بعديها على طول في الشرباجي وفي علي فرج وعندنا مروان الشرباجي وطارق مؤمن. في سكتك ده قبل الفاينل؟ عندي في سكتي طارق مؤمن ده برضو يعني اخويا يعني مش صاحبي يعني. طارق بلعب معاه في نادي الجزيره بقالنا اكتر من 10 سنين دلوقتي قبل ما امشي يعني. فلا هو اكتر من اخويا يعني. ف ماتش طبعا صعب بالذات لما بتلعب مع حد قريب منك لازم مفيش قريب يا كابتن احنا بالظبط لازم بقى بتحطها بره شويه كده وتنزل تخش الملعب بتبقى صعبه شويه يعني. طب خليني هرجع تاني اكلمك عن البطولات اللي ليك بس كلمني عن الجهاز الفني دلوقتي في النادي الاهلي. يمكن كابتن ناصر عامل روح جديده جوه السكواش. كلمني رايك انت شايف الروح دي شايف السيطره ازاي يعني كلمنا عن الموضوع ده. كابتن ناصر انا اتعاملت معاه زمان لما كنت بلعب في نادي الصيد كان هو المدير الفني هناك وكابتن ناصر برده من الحكام الدوليين يعني. ف يعني كابتن ناصر طول عمره اخويا الكبير يعني. ولما جه يتكلم معايا برده ان انا انقل النادي الاهلي انبسطت بصراحه ان كابتن ناصر برده هو اللي ماسك هناك لان انا عارف كابتن ناصر قد ايه بيهتم باللعيبه وقد ايه ما بيخليش حاجه اللعيب ناقصه حاجه بيحاول يركز في كل الديتيلز الصغيره. فانا شايف نادي الاهلي دلوقتي عندهم من مدربين مميزين جدا عندهم امكانيات الجيم والملاعب السكواش وكل حاجه مميزه جدا. الاداره على اعلى مستوى طبعا. ف يعني لا انا دلوقتي طبعا في نادي الاهلي حاسس ان انا حاسس ان في بيتي يعني. اكيد انا كنت حاسسها صعبه شويه ان انا انقل من نادي الجزيره بالذات بعد فتره طويله. مشوار صغير على فكره مش صعبه صغير بس هي نفسيا حسيت ان هي ممكن تبقى صعبه شويه. بس انا من اول يوم دخلت في النادي لا انا حاسس ان انا مش اول يوم ليا حاسس ان انا لا والناس هناك بصراحه يعني بيعاملوني كانهم يعني اخوهم صغير يعني. ولسه ان شاء الله. طيب خلينا نشوف كده الجهاز الفني في تقرير كده يعني بوجه لك رساله واللاعبين نشوف التقرير ده ونرجع لك تاني. شوف مع حضراتكم التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. هو اضافه للفريق بل ده اضافه لمصر كلها ان اللاعب دوت يبقى موجود في نادي انت عارف النادي الاهلي بيزيد من قدر اي لاعب. وجود كريم عبد الجواد بطل العالم وفي النادي الاهلي الاثنين زادوا لبعض. كريم لاعب مميز جدا ومن النادي الاهلي نادي كبير جدا فلقاء الكبار بيخلي الناس كلها بتبص للنادي الاهلي النادي 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 اللي هو النادي الكبير جدا في المنافسه. كريم ضاف لنا كتير جدا بقى هو القدوه بالنسبه لينا هو المثل الاعلى للعيبه اللي عندنا في النادي هنا. هو هيبقى على المستوى العالمي والخارجي عندنا بطل العالم ويتحط عليه شعار النادي الاهلي ويلعب بالتيشيرت في النادي الاهلي في اي مكان يروح ليه ده دعايه لينا زي ما دعايه لكريم برده. فاحنا طبعا كريم
كريم. انا بقول النهارده اللعيبه كلها بتشوف كريم بيجي يتمرن، كل بيجي يتفرج عليه، وكلهم عايزين يبقوا زي كريم عبد الجواد طبعا. عاوز يا رب ربنا يوفقك دايما، وان شاء الله دايما في الاحسن، ونرفع اسم النادي اعلى واعلى باذن الله، وربنا يا رب يكرمنا دايما ان شاء الله في اللي جاي. ربنا يوفقه ان شاء الله. احنا عنده بطوله عالم في شهر 12 السنه دي في مانشستر في انجلترا. ربنا يوفقه ان شاء الله، ويقدر ياخد بطوله العالم السنه دي ان شاء الله يعني. يعني شفنا تقرير طبعا الجهاز الفني واللاعبين. كريم تعليقك ايه على يعني الترحيب، وشايف ثقه كبيره جدا من الجهاز الفني واللاعبين؟ اه طبعا، يعني انا يعني زي ما قلت حضرتك يعني كلهم اخواتي الكبار يعني، وحسني احمد حسني ده يعني من يمكن ما بنلعب مع بعض واحنا عندنا 6 سنين، وانا مبسوط عشان دلوقتي ان هو ابتدى يلعب تاني، كان قاعد فتره بيمرن دلوقتي ابتدى يلعب تاني بطولات، فانا مبسوط عشانه، كانت خطوه يعني انا كان نفسي ليه. اه طبعا حسني بامانه ربنا يوفقه، وكابتن ناصر طبعا اخويا الكبير، ويعني كل المدربين هناك وكل الجهاز والمدربين اللي في الجيم وكل الناس يعني بصراحه. لا دول قلت كلمه حلوه يعني يا كريم بامانه، قلت ان انت دخلت حسيت ان انت في بيتك، وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي اي وفد بيجي عليه بيحس انه في بيته، وخد بالك برضو يعني الدعم مش بس مادي، الدعم مش بس بيبقى فيه دعم معنوي، ان شاء الله هتلاقيه جوه النادي الاهلي. لا انا لقيته اوريدي يعني يعني هو لا طبعا من زي ما حضرتك قلت، فعلا انا من اول يوم انا حسيت ان انا مش غريب عن النادي، مش غريب عن النادي، لا انا حسيت ان انا بتعامل معاهم من زمان جدا. عندهم قاعده ناشئين كبيره جدا، كلهم ما شاء الله عليهم. مين بيمرنك يا كابتن كريم؟ انا بتمرن مع عمر عبد العزيز، ومدرب الفيتنس بتاعي علي اسماعيل. ومواظب تمرينك ازاي بيبقى خلال الاسبوع؟ يعني انت اسبوع زي ده ما عندكش بطولات بتتمرن ازاي؟ طبعا هي ديبندز على فاضلنا قد ايه على البطوله، يعني لو لسه قدامي مثلا اسبوعين ثلاثه بيبقى الحمل طبعا بيبقى بزود الحمل شويه، بتمرن مرتين في اليوم زائد الفيتنس، فيبقى كده 3 مرات. موعده ازاي؟ 5 ايام. بتمرن الصبح مثلا من 10 لحد الساعه 1، بعد كده بريح واتمرن تاني من الساعه 6 ل 7 ونص مثلا، او من 6 ل 7. الفيتنس امتى؟ الفيتنس يعني انا بتمرن سكواش من الصبح من الساعه 10 ل 11، وبعد كده بتمرن فيتنس الساعتين اللي بعد كده. طب انت دلوقتي عندك هيبقى عندك مشكله ان انت محتاج لعيبه نفس مستواك. خلي بالك انا السكواش يعني فاهم فيها شويه، والالعاب المضرب محتاج لعيبه نفس مستواك عشان ما تبقاش تقعد شهر ما بتلعبش بطولات. بتتمرن مع مين من زمايلك؟ والله هو كابتن ناصر موفر لي كل حاجه، يعني اي وقت عايز اجيب لعيب مثلا من بره النادي اتمرن معاه في ثانيتها، مش هقول في يوميها، لا هي في ثانيتها اللعيب ده بيكون جوه النادي وبنلعب مع بعض وبنتمرن مع بعض. يمكن عمر عبد العزيز برضه هو مش من الجهاز بتاع النادي، بس كابتن ناصر مديني الفرصه ان انا اتمرن معاه جوه النادي. بطل العالم محتاج المدرب اللي ترتاح معاه طبعا. فلا هو كابتن ناصر مش مخلي يعني مش انا بس، لكن اي لعيب مش محتاج ان هو صحيح. يبقى ناقص اي حاجه، فهو لا هو يعني هو زي ما قلت حضرتك مهتم بكل التفاصيل الصغيره اللي اللعيب محتاجها، لان هو طبعا كان لعيب وفاهم كويس قوي النفسيا والتدريب والحاجات دي بتفرق قوي مع اللعيب. طب خليني اكلمك برضو سؤال مباشر كده، انت في البطولات اللي بتروحها بره سواء في امريكا او في اي دوله او بطوله العالم، هل النادي الاهلي هيدعمك في الموضوع ده ماديا ولا لا؟ يعني هل ده بيحصل في الالعاب الفرديه؟ لان الناس انا عارف طبعا اللي بيحصل ايه، بس محتاجين برضو الناس تعرف هل النادي الاهلي يعني هيقف بيساعد ماديا في سفرياتك، في يعني في مصاريف انتقالك؟ يعني كلمنا عن الموضوع. والله وانا طبعا عندي عقد زي اي لعيب في النادي الاهلي، ما اتكلمناش قوي في الحته دي، لكن كابتن ناصر دايما كان يكلمني النادي الاهلي بيساعد اللعيبه كلها، و يعني مفهمني يعني هو كلمني كتير عن النادي الاهلي، وانا طبعا انا كنت بلعب في الناشئين وعارف كويس قوي النادي الاهلي ايه بالظبط. لكن هو في الاول وفي الاخر لعبه الاسكواش هي لعبه فرديه زي رياضات كتيره، بتبقى محتاجه اللعيب، هو طبعا هي اللعيب هو اللي بيصرف اكتر على نفسه يعني. هي دي يمكن وبالتالي لما بتخش الدوري المحترفين بيتهيألي او اللعيبه رابطه اللعيبه المحترفين الاسكواش بيتهيألي بيبقى فيه رانجك لو عالي بيبتدوا هم كمان بيساعدوك بيبعتوا لك تذاكر، الكلام ده مظبوط ولا لا؟
لا هي دي مش موجوده يعني. انا لحد دلوقتي مثلا انا تذاكر طيراني سفري الاقامه كل الحاجات دي لا هو لا دي حاجه انا متكفل بيها حتى لو الرانك بتاعك دخل بالسته الاوائل او الثمانيه الاوائل. لا دي هي اللعبه الفرديه. هي طبعا اللعبات الفرديه بتبقى مكلفه صحيح، غير طبعا الالعاب الجماعيه طبعا. بس يعني هو ده يعني انا من وانا صغير طبعا الصراحه هم اهلي هم يعني ضحوا بحاجات كتيره وطبعا ساعدوني كتير جدا يعني بشكرهم طبعا. فلا هي اللعبات الفرديه بتبقى مكلفه شويه وبتبقى اصعب طبعا اكيد. طب كريم انت في قبل البرنامج قلت لي يعني انا مش متابع جدا كره القدم شويه، يمكن انت وقتك يعني مليان بطولات وسفر، لان انا عارف الالعاب الفرديه بتبقى متعبه جدا، بس اكيد انت لعبت مباريات صعبه وبطوله عالم اكيد، يعني شايف يعني ماتش الترجي بكره مع النادي الاهلي قبل نهائي بطوله افريقيا، اكيد انت في رساله ممكن توجهها بحكم خبرتك للاعبين في الوقت ده. لا طبعا يعني النادي الاهلي يعني معروف ببطولاته وانجازاته، طبعا هم عندهم كان عملوا ماتش صعب هنا يمكن ما كانتش احسن نتيجه ليهم، بس ان شاء الله لا احنا النادي الاهلي مش غريب عليه ان هو يعمل نتائج كويسه ويفاجئنا ببطولات، وطبعا احنا كلنا كمصريين طبعا واقفين وراه، وان شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله ويرجعوا لنا ان شاء الله بنتيجه كويسه. طب سؤال اخير يا كريم، الحقيقه اللقاء معاك مر سريعا، يعني سؤال اخير كده، طموحاتك على الشورت تيرم واللونج تيرم ايه؟ طبعا يعني عندنا بطولة عالم، قبل بطولة عالم فردي عندنا بطولة عالم فرق، دي حاجة أنا كنت بتمنى ألعبها طبعا من وأنا صغير مع منتخب مصر. طبعا شرف لأي حد طبعا إن هو يلعب تشيرت مصر يعني، فأنا طبعا عندنا بطولة عالم فرق دي في شهر 11 في فرنسا إن شاء الله، ربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نعمل حاجة كويسة. بعديها مفيش، بأربع أيام هنبتدي بطولة العالم فردي في إنجلترا. طبعا يعني انا هبقى داخل طبعا يعني المفروض ان انا كسبان بطولة عالم اللي قبليها، طبعا بيبقى داخل نفسي ان انا اقدر اكسب اكبر عدد بطولات ممكنه واكبر عدد بطولات عالم ممكنه. اكيد طبعا نفسي ان انا اوصل تاني رقم واحد، دلوقتي انا ترتيبي رقم اثنين، الفتره الجايه طبعا مش فتره سهله، كل اللعيبه طبعا مركزين جامد، كل اللعيبه على اعلى مستوى، فطبعا بيبقى ضغط طبعا علينا كلنا، واكيد طبعا نفسي اوصل لرقم واحد تاني ان شاء الله. كريم نورتني وشرفتني، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في مشوارك مع السكواش. ميرسي لحضرتك، شكرا. اعزائي المشاهدين، لقائنا مع كريم عبد الجواد بطل العالم في السكواش مر سريعا، هنطلع فاصل هنشوف فيه استعدادات فريق الجمباز تحت 12 سنه بالنادي الاهلي ايه، هنشوف اخر الاخبار برضو لان الجمباز محتاج ايضا نحط عليه الضوء اكتر شويه، وهنطلع فاصل وارجع لحضراتكم نستقبل محمد عبد المنعم لاعب الكره كره الطائره طبعا، المفروض ان شاء الله عبد الله عبد السلام ينضم لنا ولكن تقريبا اتاخر في الطريق شويه، ان شاء الله ينضم لنا، هنستقبل منعم بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد.